إن الشباب هم الهبات بجوارهم تحلو الحياة من رام منهم همة فلسوف يلقى المعجزات طلب العلوم شعارهم وسبيلهم حتى الممات يتنافسون بحبه كيما ينال الدرجات حيوية بدمائهم لا يركنون إلى السبات فإذا أردت شجاعة فاطلب فهم نبع الحياة. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. عدنا والعود أحمد مع برنامجنا الرمضاني في موسمنا الثالث. نسأل الله أن يتقبل عملنا خالصا لوجه الله، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. سنركز في موسمنا هذا على تزكية النفس البشرية من خلال قوله تعالى: قد أفلح من زكاها. فالنفس البشرية تحتاج إلى تهذيب وترقية. قال أحد الشعراء: أرى الإقدام صفة كل وصفي، إذا الإقدام سدد للمعالي فسدد للعظيمات المساعي، وبدل بالرخيصات الغوالي، ونقي النفس مما شاب فيها ولو شبت عليه ولا تبالي، وقل يا نفس إن تعظي وعظنا، وإن سوءا تريدي لا تنالي، ومن ثم استعن بالله صبرا على غدر النفوس وأن تقالي، فإن النفس طامعة إلى ما نهيت النفس عنه ولو تغالي، ورد النفس عن غي برفق وعودها على الشيم العوالي، وإن تلحف عليك النفس سوءا فرد النفس للشيء الذليل، ولا تنسق لنفس قد ألحت فكم ماتت نفوس في الضلال، وإن النفس إن ردت لشيء تقنع بالقليل من المنال، وقل يا نفس إن الرزق حق لكل الخلق من رب الجلال، فلا عجل يزيد برزق عبد ولا أنة تغير من مآل. أهلا وسهلا بكم ضيوفنا الكرام في سواعد الشباب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. المولى سبحانه وتعالى أمرنا بالعبادة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذه العبادة تبدأ بنا بشهر رمضان، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. في شهر رمضان ماذا يجب علينا؟ ماذا يجب على المؤمنين المسلمين؟ يجب عليهم أن يتراحموا فيما بينهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. هذه الرحمة اشتقت من كلمة الرحمن الرحيم، حينما نقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن أو الرحيم. هذه الرحمة تمثلت بسيد الخلق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حينما وصفه الله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، بالمؤمنين رؤوف الرحيم، إنما أنا رحمة مهدات. النبي صلى الله عليه وسلم رحمة مهدات. فالمؤمن حينما ينظر إلى رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا قدم للبشرية من رحمته عليه الصلاة والسلام؟ الحديث الذي رواه ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غدات قال: أتاني فيما يرى النائم رجلان، رجل جلس عند قدميه ورجل عند رأسه، فقال الذي عند قدميه للذي عند رأسه: اضرب مثل هذا. فقال الذي عند رأسه: إن مثل هذا كمثل قوم سفر مسافرون، انتهوا إلى مفازة، نفذ معهم الطعام والشراب، فلا يقطعون المفازة، يستطيعون قطع المفازة،
ولا يستطيعون العودة. قال وهم في هذا الحال إذ جاءهم رجل فقال أرأيتم إن أوردتكم رياضا معشبة وحياض الرواء أتتبعوني؟ قالوا نعم نتبعك. فأوردهم رياضا معشبة وحياض الرواء فأكلوا وشربوا وسمنوا. قال إن بين أيديكم رياضا أجمل وحياضا أجمل. قال فأما قوم فإنهم تبعوه وقوم قالوا نبقى على ما نحن عليه. فالنبي عليه الصلاة والسلام جاء منقذا، جاء رحمة لهذه البشرية، جاء رحمة للمؤمنين ورحمة للمنافقين ورحمة للكفار ورحمة للطير ورحمة للحيوان ورحمة ورحمة عامة عليه الصلاة والسلام. وما أجمل المؤمن أن يتمثل بهذا الرسول الكريم في شهر رمضان. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا برحمته، إنه لذلك والقادر عليه. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. لشبابنا نبني بها. قال عبد الله بن عباس يوما لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ماذا قدمت لعمك الذي احتضنك؟ يقصد أبا طالب. يقصد أبا طالب. ماذا أصاب منك لعمك الذي دافع عنك؟ قال: يا ابن عم، هو في ضحضاح من النار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل. رواه البخاري. قال: ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل. رحمته حتى بالذين لم يؤمنوا به صلى الله عليه وسلم. ولما كان يخطب على جذع، نزل النبي عن الجذع وقد صنع له المنبر، صعد إلى المنبر يخطب عليه، فحن الجذع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا يقول الحسن البصري رحمه الله: خشبة يابسة حنت إلى رسول الله، أفقلوبنا تخشبت أكثر منه؟ هذا الجذع نزل النبي من على المنبر واحتضنه وجعل يسكته حتى سكن. والحديث في البخاري يقول النبي: لو لم أسكته لبقي إلى يوم القيامة. فرحمته صلى الله عليه وسلم عامة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. لشبابنا نبني بها. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. إن الشباب هم الهبات، بجوارهم
تحلو الحياة، من رام منهم همة فلسوف يلقى المعجزة. طلب العلوم شعارهم وسبيلهم حتى الممات، يتنافسون بحبه كيما ينالوا الدرجات. حيوية بدمائهم لا يركنون إلى السبات، فإذا أردت شجاعة فاطلب فهم نبع الحياة.